السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، موديلات جداد ديال قفطان جوهرة. كاين قفطان وكاين جلابة وكاين جلابة بالقميص. بما انكم عجبوكم الموديلات اللي اقترحت عليكم بالجوهرة، الاغلبية ديال البنات دخلوا عندي من الواتساب كيقولوا لي يعني نزلي لنا الموديلات ديال الجوهرة. اليوم اقترحت عليكم هاد الموديلات من مختلف الانواع ديال الخياطه، كما كتشوفوا الرنده، وكاين زواق ديال المعلم، وكاين زفيفه عاديه، وكاين يعني على حسب كل وحده على حسب الذوق ديالها. هاد الموديلات هادو البنات اللي بغات شي موديل تسكرينيه وتصيفطوا لي في الواتساب، نوجدوا لها ان شاء الله ونطبقوا لها كيف ما هو على حسب الذوق ديالها هي وعلى حسب القياس ديالها. كما كتشوفوا معايا هاد الجلابه والقميص بالرنده، كيف ما كتشوفوا ثوب جوهرة، القميص ساتان عادي، وكاين هاد جوهرة حتى هي قفطان بالرندة كما كتشوفوا. بمختلف الانواع ديال الخياطة البنات هاد الاقتراحات هادو، يعني باش تعرفوا ان الفيديوهات ديالي ما كنعملش يعني مثلا نوع ديال الخياطة في الفيديو، انما كنوع لكم في الفيديوهات يعني انواع ديال الخياطة، وحتى يعني جلالب او لا القمايس كيف ما كتشوفوا معايا، باش كل واحدة تاخد فكرة الا كان عندها شي ثوب ديال جوهرة وبغت تعمل فيه شي قفطان او لجلاب او القميس بحال هادي، يعني تاخد وخا فكرة من هاد الفيديو. هذا كيف ما كتشوفوا هادي بسفيفة او لا تراسن حتى لتحت وعقيدات كيف ما كتشوفوا، وزواق ديال المعلم وفيها ديك الجوهر خفيف كيف ما كتشوفوا معايا في الصورة، وكاين هاد الفراشه هادي صيفيه كتجي واسعه كيف ما كتشوفوا، ونص طوق خياطه صفيفه نص طوق وفيها ديك الجوهر حتى هي في صفيفه، وكاين هاد التكشيطه كيف ما كتشوفوا قفطان دو بياس مخدوب الابيض والذهبي زواق ديال المعلم، وكاين هادي في الموف حتى هي جوهره قفطان كيف ما كتشوفوا كتجي غزاله في اللبسه، وكاين حتى هادي تكشيطه مخدومه بزواق ديال المعلم سفيفه وطريس عفوا العقيده حتى لتحت، وكاين هاد الموديل كيف ما كتشوفوا حتى هي بزواق ديال المعلم، وكاين هادي ديال العرايس يعني حتى النفايس البنات نفيسات يعني كتصلح لهم هاد الجوهره هادي اللي كتكون باللون المفتوح الابيض بلونكاسي، وبحال هادي غوز بيبي يعني الوينات اللي مفتوحين كيمشيو العرايس او النفيسات كيف ما قلت لكم، او تقدروا تلبسوهم حتى في الدار ديالكم بحال هذه، يعني جوهره خفيفه يجي عندكم يعني شي واحد شي ضيف او شي حاجه. وكاين هذه حتى هي بالرنده بالعقيق المهرس مخدومه حتى هي بالعقيق المهرس والرنده، وكاين هذه الرنده الحصيره مخدومه او مزوقه بالطرز الرباطي صقلي كيف ما كتشوفوا، وكاين هذا القفطان بالرندة والعقيق، وكاين هذا بلونكاسي كيف ما كتشوفوا والذهبي بالرندة، كاين هذا الابيض مخدومه حتى هي بالرندة ومزوقه بالصقلي والابيض. الا بغيتوا البنات كيف ما قلت لكم اي موديل من هذه الموديلات او لا اي موديل بغيتوه واخا ما كاينش عندي في القناه، يمكن لكم تصيفطوه لي في الواتساب نطبقوا لكم بالحرف كما قلت لكم، نفس اللون ديال الجلابه ونفس اللون ديال الخدمه. الا بغيتوا يعني تبدلوا شي حاجه فيمكن لكم تبدلوها على حسب الذوق ديالكم، وكاين هذه كيف ما كتشوفوا حتى هي بالرنده نص طوق جات فنه في اللبسه، كاين حتى هذه كيف ما كتشوفوا الرنده نص طوق خفيفه مزوقه بسقلي، وكاين هذه كيف ما كتشوفوا حتى هي بالرنده بزواق مختلفه. بالنسبه للاثواب البنات فالاثواب جوهره ماشي كاملين بحال يعني فيها الاختلاف، كاين الاختلاف في الاثمنه وكاين الاختلاف في الجوده، يعني الجوده ديال الثوب كتمشي على حسب الثمن، وكاين حتى هذه قفطان كيف ما كتشوفوا بالرنده. كيف ما كتعرفوا بان جوهره يمكن لكم تعملوها قفطان يمكن لكم تعملوها جلابه، كيف ما يمكن لكم تعملوها قفطان دو بياس اللي هو يعني التكشيطه، ويمكن لكم انكم يعني تخدموها بجميع الانواع ديال الخياطه.
الا هو القفطان ديال الراندا كيجي شويه هماوي في اللبسه، وكيجي يعني مزيون اكثر من الخياطه ديال السفيفه اولا ديال الطريسنات عاديين، كتعطي المنظر اكثر الراندا. وكما كتعرفوا بان القفطان بالراندا كما كتشوفوا هنايا يعني جا كامل بالراندا حتى لتحت، يعني كتجي فيها اللبسه هماويه، يعني شي حاجه رائعه. يمكن لكم كما كتعرفوا بان الراندا اولا الجوهره ما كديمونضاش، يمكن لكم تلبسوها في اي وقت. وكاين هذه كما قلت لكم تكشيطه ولا قفطان دو بياس خدمه ديال المعلم، وكاين هذه جوهره مبره مخدومه بالراندا والعقيق ديال الزمرد، وكاين هذه تكشيطه كيف ما كتشوفوا حتى هي بجوهره، كتجي يعني من تحت قفطان ساتان عادي ومن الفوق بالجوهره. وكاين هذه بقفطان كيف ما كتشوفوا تيركوا مخدوم بسفيفه حتى لتحت، وكاين هذا قفطان بلونكاسي بالذهبي حتى هي بسفيفه والعقيدات. وكاين هاد الجوهره كيف ما كتشوفوا بالراندا مخدومه بالراندا نفس اللون ومزوقه بالصقلي. وكيف ما كتعرفوا بان يعني الصقلي كيجي يعني شويه صعيب للخدمه، عليها البنات اللي كيسقسيوني يعني جوهره مخدومه بالراندا عادي ومزوقه يعني بالراندا نفس الحرير كتكون شويه ناقصه على الراندا اللي كتكون مخدومه بالصقلي. يعني الصقلي اول حاجه كيكون زايد في الثمن، يعني كنخدموا بالصقلي الحر، وحاجه الثانيه اللي هي اللي يعني كتكون زايده شويه الثمن اللي هي الصقلي، الخدمه ديال الصقلي كتكون صعيبه على الخدمه ديال الحرير. هذا هو البنات الفرق ما بين يعني الا خدمتيها كامله بالحرير ولا خدمتيها بالحرير وزوقتيها بالصقلي. وكاين هذه حتى هي قفطان مخدومه بزوق ديال المعلم والجوهر. كاين هذه حتى هي تكشيطه ولا قفطان دو بياس، وكاين هذا القفطان حتى هو مخدوم بالراندا والعقيق ديال الزمرد. وكاين هذه تكشيطه ديال الحضور جات مفتوحه على الجناب وعلى الوسط كما كتشوفوا معايا في الصوره. وكاين هذه حتى هي اللبسه ديال الحضور قفطان دو بياس حتى هذه نفس الشيء، يعني جوهره مخدومه بسفيفه عريضه كيف ما كتشوفوا سفيفه الاميره كما كنقولوا حنايا في طنجه في الشمال. وكاين هذه كما كتشوفوا السوم مخدومه بزوق ديال المعلم جات فن الصراحه، وهذه مخدومه بالراندا على الطول ديال القفطان وعلى الكمام. وكاين هذه ديال الحضور كيف ما كتشوفوا مخدومه بنفس اللون، هذه البنات مخدومه باللون ديال الحرير يعني بالحرير ماشي ديال بالصقلي. وكاين حتى هذه يعني ديال الحضور مناسبات، وكاين هذه مخدومه من نص طوق يعني سفيفه نص طوق والعقيق على نص طوق والكمام. وكاين هذه الابيض ابلا بلونكاسي مخدومه بالسفيفه والعقيدات تحت ديال القفطان، وكاين هذه في الابيض مخدومه بالراندا. يمكن لكم يعني تلاحظوا الاختلاف البنات، كاين جوهره اللي فيها كيجي واحد الخيط هيدا في اللون وواحد الخيط فيها الصقلي مزوقه بالصقلي، وكاين ثوب بحال هذه نيت كتجي فيها غير يعني نفس اللون ما كاينش فيها صقلي كتكون شويه ناقصه في الثمن. هذه كيف ما كتشوفوا جوهره حره فيها ديك العقيقات اولا ديال بلانشا. وهذه البنات كنهضر لكم على الثوب، هذه ما فيهاش صقلي حتى هي كتكون شويه ناقصه في الثمن، غير باش تعرفوا البنات بالنسبه للاثمنه. انتما كما كتشوفوا الزواقه ديال الراندا كتجي واعره في اللبسه بزاف. وكاين هذه حتى هي بالراندا مخدومه بدويدات والعقيقه في الوسط، وكاين هذه جات بالراندا خفيفه.
هانتوما كيما كتشوفوا حتى هذه جات براندة خفيفة، غورميت خفيفة حتى لتحت، يعني شي حاجة خفيفة. وكاين حتى هذه نص طوق، اغلبية البنات هادو اللي كيجيو يعني رقاقين كيكونوا ديال الدار، ولا كاين هذه ديال المناسبات كيف ما كتشوفوا عامره بالعقيق. صافي البنات، هادو هما الاقتراحات اللي بغيت نقترح عليكم اليوم، اولا تاخذوا ولو فكره من هاد الموديلات اللي قدمت لكم اليوم. ما تنسوناش بالتشجيعات ديالكم، لي لايكات ديالكم اللي كتحفزنا دائما نقدموا لكم المزيد والمزيد دائما الجديد، لا بالنسبة للقفطان ولا بالنسبة للجلابة. مع السلامة حبيباتي، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.